خير على حضرتك. اهلا مساء النور استاذ احمد. قبل قليل كان معانا سيده هبه المقدسي مدير مكتب الشرق الاوسط في الولايات المتحده الامريكيه في واشنطن والقدسي، قالت انه بشكل واضح انه في عده سيناريوهات لما هو قادم بالنسبه للنيتو بقياده الولايات المتحده الامريكيه، نقل حكومه زيلينسكي رئيس اوكرانيا الى بولندا ومع كل وزراء الحكومه، وبالتالي ايجاد صيغه حكومه مؤقته من بولندا ويتم الاعتراف بها من دول العالم. هل ده اذا هذا الامر حدث، هل ده معناه انهم يعني تاكدوا انه الرئيس بوتين يسير في الخطه كما وضعها من البدايه؟ استاذ احمد، اقول الان ان جهود دبلوماسيه صح انها لم تنجح، لكن الان الغزو وقع. روسيا هدفها، وهذا واضح لحلف الأطلسي ولألمانيا خصوصا، أنها تريد كل أوكرانيا وليس مصالحها في أوكرانيا فقط. هناك حملة رعب روسية ربما نجحت في طرق باب الإنذار، وصلت لحد اليابان، واليابان نحن نعرف رئيس وزرائها هو من مدينة هيروشيما شخصيا، هو أول رئيس وزراء يأتي من هيروشيما، وأنت تعرف ماذا تعني هيروشيما. إذن واليابان مهتمة، فلاديفوستوك هي من الجانب الآخر لبحر اليابان وهي روسية. إذن هناك جهد دولي أقول فيه، تقول به الدول المعتدلة، اليابان، ألمانيا، مصر، لأن مصر متضررة وأنت تعرف هذا الأمر بطريقة غير مباشرة. تريد السلام، الرئيس بوتين تكلم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إذا هناك صحوة بعد عملية الصدم والرعب التي قامت بها روسيا، كما قلت ليس فقط لاقتطاع جزء من أوكرانيا، لأخذ كل أوكرانيا. وبالتالي بعد 8 أيام من القتال وصمود الأوكرانيين، يجب أن يقول صح أن الرئيس بوتين فشل في تحقيق هدفه السريع بتنظيم حكومة في كييف، لكن تبين الآن بالإيحاءات النووية منه ومن لافروف ومن غيرهم، وكذلك حلف الأطلسي، أنه عنده خط أحمر لا يريد أن يدخل جندي واحد إلى أوكرانيا. فماذا يعني هذا الأمر؟ يعني ترك أوكرانيا لمصيرها، وهذا ما حصل. لكن أولا الحكومة الأوكرانية لم تنقسم، لم يستطع الرئيس بوتين أن يعني يأخذ قسم منها ويدعي الشرعية. ما بقي ما ذكرته أنه يمكن لأي حل تقوم به دول معينة، كما قلت ألمانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا كذلك. الرئيس ماكرون يحرص على الحديث على طول مع الرئيس بوتين بالرغم من أن هذا الأمر لا يعطي نتيجة، لكن هل هذا الحل يرضي روسيا؟ ربما يرضي روسيا لوقف آلاتها الحربية. اثنين، برأيي يوقف العقوبات كذلك عند الحد الذي وصلت عليه. ثلاثة، رئيس او مدير البنك الدولي ديفيد ميلباس امبارح قال او امس قال ان هذه كارثه للاقتصاد العالمي. وخليني اقول بشكل صريح، كارثه فقط نعم لانفكاك الشراكات الدوليه مع روسيا، حتى الهند تتاذى كثيرا، وبالتالي هل من مصلحه روسيا ان تقوم اكثر بالاضرار بشركاتها وعندي مئات السفن المحمله بالاغذيه والحبوب وغيرها موجوده في البحر الاسود من رومانيا كذلك؟ إذن هذا الأمر أقول صح أن صانع القرار الروسي واع له، وهو أحيانا في الأمور السياسية نحن تعلمنا في الجامعات وفي مراكز الأبحاث أن النفوذ والسلطة تمشي مع رأس المال، لكن أحيانا يفترق رأس المال عنها أو هي تفترق عن رأس المال. الآن روسيا كسرت هذه النظرية في هذه المرحلة، لا أقول بمعنى رأس المال الروسي والاقتصاد الروسي يخسر، ربما يكون في عجز في هذا العام ل 7%، نقص 7% ربما أكثر. وكالات التصنيف الدولية تطالعه خارج نطاق الإقراض الدولي، لكن صنع القرار في الكريملين لا يهمه، بمعنى الهدف السياسي أكثر من حماية حتى الحلقة المقربة من الكريملين، يعني كبار الأثرياء الذين يستولى على يخوتهم، الشركات الذي عنده بريتش بتروليوم ما يصل يعني 20% من أسهم شركة روزنفت ستباع بسوق النخاسة، بمعنى تباع بأي شيء عندها، وكذلك الشركات المشتركة. إذن هذا حصل، وقعت السكين. إذا كان هذا الأمر يعطى للرئيس بوتين بأنه يعني عمليا يأخذ أوكرانيا بطريقة فعلية، يحفظ ماء الغرب بأنه لم يترك النظام، ربما تكون هذه حتى تحفظ ماء رأس الرئيس بوتين
لأنه يعني دخل في لنقل في الضمير العالمي أن هناك تلويح من موسكو بالنووي، سواء بالخطأ ولا أقول بالقصد، يعني هذا لا أستطيع أن أتهم أنا هذا الأمر، لكن بالخطأ أنابيب الغاز بالخطأ وكذلك إمدادات الدولية. هل يستطيع ربما الآن وصل إلى أحد يعطيه طوق نجاة للفرار من الآن بأخذ أوكرانيا أو أخذ ما يمكن بيعه للداخل الروسي بأنه حقق ما يريد؟ لكن برأيي الانعكاسات ستبقى معنا لوقت طويل. دكتور ناصر، النهاردة الروس بيحذروا بريطانيا على ما يعتبروه الروس انهم بيقوموا بعمليات تحريض لعمليه المقاطعه لفرض العقوبات، انه بريطانيا هي اللي واخده مقدمه السهم او الخط هي من بريطانيا، من رئيس الوزراء او وزيره الخارجيه، وبالتالي قالوا انهم هيردوا على بريطانيا في التوقيت المناسب. بتشوف هذه التصريحات ازاي؟ او عند حضرتك بريطانيا شافوا هذا الامر ازاي؟ انا اقول هناك تضخيم روسي بالطبع لمحاوله تركيع اوروبا، التقطها الكرملين، والكرملين انت تعرف استاذ احمد في اخر 20 سنه يعني الرئيس بوتين استجمع مقاليد السلطه بيده، وهذا ليس لها في بلد مثل روسيا، هي قاره وفيها الاعراق وفيها كل الامور، لكن له احترام اقول لحد 10 ايام مضت بانه يحسب حساباته جيدا، هو ماهر في التكتيك، ماهر في الاستراتيجية، يكسب بدون أن يخسر كثيرا، يختار القارة التي يخوض معارك فيها. مثلا لم يخوض معارك في أفريقيا لحد الآن، ربما بعض مناطق نفوذ، لكنه لم يذهب، يعني باستثناء فنزويلا ربما لم يذهب بعيدا إلا الهدف الذي يريد تحقيقه. منذ 10 أيام كسرت هذه القاعدة، وأصبح الآن يصور في بريطانيا أقول وفي العالم الغربي أنه خطر دولي. وبالتالي نعم هناك حملة دعائية، لكن أقول أنها دفاعية. أنا أريد أن أشرح هنا، وأنت تدرك لا شك أنك تدرك، نحن لا نتكلم عن بريطانيا كدولة فقط 70 مليون نسمة وصادرات لروسيا على أهميتها، انفكت أغلب هذه الشركات، لكن بريطانيا هي جنة المستثمرين الروس، سواء بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية، بمعنى غسيل أموال، أخذ أموال أحيانا مهما قيل فيها. لكن بريطانيا تأخرت كثيرا أولا بسن قانون لمحاربة غسيل الأموال، والمقصود به الروس والصينيين بشكل عام، هذا رقم واحد. اثنين، هناك تلكؤ من جانب رئيس الحكومة يعني بوريس جونسون، لأن بعض كبار المتمولين والمتبرعين لحزب المحافظين ربما جزء منهم مواطنين بريطانيين، جزء منهم لنقل بشركات غائمة التسجيل تتبرع لحزب المحافظين. ثلاثة، بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي يعني البريكزيت حتى تغوي تكون جنة المستثمرين، يعني تقول أهلا بالاستثمار العربي، أهلا بالاستثمار الروسي، أهلا بالاستثمار الصيني، ولذلك تحصل أحيانا فيتو أمريكي منذ الرئيس ترامب للآن للقول لا تدعوا الصينيين يستثمروا في محطات الطاقة النووية، لا تدعوهم في هواوي للاتصالات للتجسس. الآن عندي عامل ثالث، كانت الصين ينظر لها كخطر، الآن روسيا. هل يستطيع أو تستطيع بريطانيا بصراحة أن تقوم بمجافات روسية كما يحصل الآن، سواء مسؤول أو غير مسؤولة، والصين وكذلك أحيانا رأس مال العربي، هو ليس وحدة واحدة، لكن نقول بشكل عام، وكيف تكون جنة استثمارية وتقود أوروبا؟ إذن عندي رقم 4، وهو بريطانيا ليست 70 مليون نسمة، بريطانيا هي لنقل جنة استثمارية تدير من لندن، حي المال لندن، يعني فيه مليون شخص، هذا المليون يدير 37 إلى 40 ملاذ آمن استثماري في العالم، من جبل طارق إلى جزر حوالي بريطانيا 3 أو 4، جيرسي، البحر الكاريبي والباسيفيكي. إذن بريطانيا هي لنقل العقل العقل الجمعي لإدارة استثمارات ربما تصل إلى تريليونات الدولارات، وهذا ما يعني يغيظ الرئيس بوتين، وليس فقط بريطانيا، علاقات ثنائية على أهميتها. اللقاءات أو الحوارات أو الاتصالات بتتم بين اثنين، الرئيس ماكرون والمستشار الألماني شولتز. رئيس وزراء بريطانيا أين من هذا الأمر، وهو الذي يقود مع الولايات المتحدة الأمريكية هذه المعركة ضد روسيا؟ هناك حيرة عند حزب المحافظين،
وهذه تبدت في آخر 5 سنوات كما تعلم أستاذ أحمد. نعم. انقسم إلى قسمين، قسم يريد البقاء في الاتحاد الأوروبي وقسم لا يريد. أحيانا يعني النسبة ليست كبيرة لكن 50% وتتراوح لكل طرف. الآن وهذا ما يفسر أنك ترى في جانب أنهم يصعدون ضد موسكو وضد الصين، وبذلك بالتوائم مع أمريكا ترامب وأمريكا بايدن، وبنفس الوقت يتلكؤون في التنفيذ كثيرا لأن رأس المال لا يريد أن يناطح بعضه بعضا كما قلت. وبالتالي كيف أنت تريد أن تفتح جنة لندن للاستثمار إذا كنت تضع حواجز سواء تحت غسيل الأموال أو غيرها لأمور سياسية؟ الآن ضغطت علينا وكما يقال الأزمة هي في حضننا في بيتنا، وبالتالي اجتراح يعني الأمور. سألتني عن جونسون. جونسون يريد أن أحيانا وقبل يعني الغزو الروسي حاول وذهب إلى كييف ووزيرة خارجيته إلى موسكو وشتمت هناك بأنها صماء أو طرشاء لا تسمع شيء، لأن الرسالة مزدوجة. بمعنى هي تذهب قبل شهر ونصف إلى ليتوانيا وإلى إستونيا وتلبس الخوذة العسكرية وفي الدبابة البريطانية التي تدرب الدول هناك عبر حرف الأطلسي، وبنفس الوقت غصن الزيتون لموسكو للقول تعالوا نتفاوض، ويعني هناك مراعاة لموسكو. الآن حصل ما حصل، وبالتالي صح أن بريطانيا ستخسر لكن يعني بضغط أو بتفاهم مع واشنطن. هذه حيرة بريطانيا التاريخية، تريد الكسب من أوروبا ومن أمريكا، وبالتالي الآن الاتفاق التجاري مع أمريكا موضوع على الرف بيد الرئيس بايدن. وهنا يريد أن أشرح بحكم العجز عن عقد اتفاق تجاري شامل، هناك نية بفتح اتفاق جزئي مع كل ولاية أمريكية، وأنت تدرك ما هذا الأمر يعني للأمور غير السيادية يعني لا سلع وبضائع وغيرها، وهذا أمر يأخذ وقت طويل. إذن وجع رأس بريطاني، هل تستطيع كسب الكل أو خسارة الكل؟ بشكرك شكرا جزيلا.